مئات من البسطاء يأكلون الطعام يوميا بدون ثمن هنا في هذا المطعم الذي يمتلك فرعين في أيمن الموصل. أحد الفروع مخصص للكسبة والعمال بالدرجة الأساس، والفرع الآخر للعوائل المتعففة، ومن يعطون الأموال لا يرتضون أن يذكر اسمهم أو تظهر صورة لهم، لأنه تعرف طعام المساكين، فقراء، العوائل المحتاجة. إيه هون إحنا دورة الحماميل أغلبها حماميل، يعني مرات أغلب الأوقات أشوفهم يومين ما يشتغل، فوجبة فطور صباحي مجاني ووجبة غداء مجاني. أكثر من 600 وجبة طعام تقدمها يوميا هذه المطاعم، وأغلب الوافدين هنا من الطبقة العاملة. ففي هذا المكان الذي يسمى دورة الحماميل بأيمن الموصل يجلس العشرات من العمال بحثا عن فرصة عمل يكسبون بها قوت يومهم. والله يعني واحد تعرف واحد من الماكو يجي هنا عمال، كلها عمال تشتغل، تعرف يعني عمال تشتغل كلها بالعربانة، وهذا يشتغل حمال ولا حمال، كلها تجي تاكل هنا ماكو لين شتانا بين الاثنين. هذه الجملة تسمعها كثيرا في تلك المناطق التي تنتقد حملات المرشحين الذين يجلبون معهم فرقا إعلامية وهم يوزعون المساعدات. وأي مساعدات؟ سلة طعام صغيرة أو لفة لا تغني ولا تسمن من جوع، وغيرها من الأمور التي يصفها عدد كبير من أبناء الموصل بالمخجلة ويتكلمون عنهم بحرقة وقهر. والله الناس اللي فتحوا المطاعم هاي ناس خيرين ما نعرف منهم، بعكس أخواننا المرشحين مع الأسف. يعني قبل كانوا يوزعون بطانيات وكانوا يوزعون فلوس وكانوا يوزعون، هسا صارت وبدت على الدجاجة، ومن الدجاجة على نص الدجاجة، وسع لفات يا ما شاء الله مال فلافل، وخلون الكرت عليه. هو هذا الصحيح. فرق كبير بين من يعطي بلا ثمن وبين من يأخذ الثمن ثم يعطي، فالأول يبحث عن الآخرة والثاني يبحث عن مناصب الدنيا. من الموصل، أحمد جفال، قناة دجلة الفضائية.